أنسب وقت تشتري فيه البيتكوين والعملات الرقمية هو وقت التصحيح اللي سعر العملة بينزل فيه نزول جامد قوي بعد صعود كبير، بتحصل عمليات بيع كبيرة لتحقيق أرباح، فبالتالي السعر بينزل، وغالبا بيكون التصحيح ده في كل العملات مش في عملة واحدة، لأن كل العملات مرتبطة ببعض. زي ما احنا شايفين يوم الخميس 25 مارس حصل التصحيح ده، وده أنسب وقت نشتري فيه. تعال نشوف مثلا البيتكوين. البيتكوين نزل ل51500 من 57200، يعني نزل حوالي 6000 دولار. كل الكلام ده في يوم واحد، انا اقدر احقق ارباح في اليوم ده لما اشتري عند السعر اللي نزل له البيتكوين اللي هو 51500، وبستنى لما يحصل صعود تاني في سعره، وبالتالي انا كده حققت ارباح. البيتكوين كاش نزل من 529 ل441، وده برضو في نفس اليوم. اللايت كوين نزل من 197 ل168. بي ام بي عملة باينانس نزلت من 268 ل238. الإيثيريوم نزل من 1740 ل1536. كل العملات اللي بتنزل وتصعد في يوم واحد دي انا اقدر احقق منها ارباح كبيرة جدا، بان انا بشتري في السعر القليل وبيع في السعر العالي. الداش كوين نزل من 214 ل184. لازم تكون محتفظ برصيد من اليو اس دي تي وتنتظر الهبوط ده، اول ما يحصل تبدأ تشتري العملات الرقمية. تعال نشوف العملات اللي سعرها قليل زي عملة يوني، نزلت من 31 دولار ل25 دولار. طبعا انت مش شرط تراقب الاسعار دي يوم بيوم او ساعة بساعة او لحظة بلحظة، انت ممكن بس بتدي اوردر للمنصة ان هي تشتري لك مثلا البيتكوين لو سعره نزل ل52000 دولار، تشتري لك بالكمية او بالسعر اللي انت بتحدده بس، وبتنسى بقى الليلة كلها وبتفتحش المنصة خالص ولا بتمسك موبايل. وانس بس ان السعر يلمس 52 دولار، اللي انت 52000 دولار اللي انت محدده، بتتم عملية الشراء تلقائي. احنا شرحنا قبل كده كيفية التداول وكيفية تثبيت السعر، او كيفية ان انا اعمل اوردر للمنصة ان هي تنفذ عند سعر معين وشراء كمية معينة، واسيب لكم لينك الفيديو اللي شرحنا فيه ده اسفل الفيديو. تعالى دلوقتي هنجرب ان احنا مثلا هنعمل تداول وليكن ب100 دولار على بعض العملات بالاسعار اللي احنا شفناها النهاردة. البيتكوين مثلا هنشتري ب100 دولار عند ادنى سعر نزله اللي هو 51500، ونرجع نبيع عند 57200، والارباح اللي هتشوفها دي على مبلغ 100 دولار بس. لو احنا ضربنا كده ال100 دولار على البيتكوين واشترينا بال100 دولار بيتكوين عند سعر 51500، هيدينا الكمية دي من البيتكوين. هنرجع نبيعها عند اعلى سعر وصل له اللي هو 57200، 111 دولار. يبقى ال100 دولار اللي انا اشتريت بيها بيتكوين عند اقل سعر بعتهم ب111 عند اعلى سعر. طبعا العملات اللي بيكون سعرها قليل بتحقق فيها ارباح اعلى حتى لو بنفس المبلغ. يعني البيتكوين كاش مثلا نزل من 529 ل441. تعالوا هنجرب عليه ال100 دولار هنشتري بيها بيتكوين كاش عند سعر 441 ادنى سعر نزل، وهنبيع الكمية دي تاني عند 529 بقوا 120 دولار، ارباحهم اعلى من ارباح البيتكوين. لو جينا العملة زي عملة اللايت كوين اللي نزلت من 197 ل168، هشتري بال100 دولار اللايت كوين عند السعر القليل اللي نزله اللي هو 168، وهرجع ابيعهم لما السعر يزيد يوصل لاعلى سعر ليه اللي هو 197، بعتهم ب117 دولار. تعالوا نشوف عملة سعرها اقل من 100 دولار زي عملة اليوني. اليوني نزل ل25 دولار من 31 دولار، هشتري بال100 دولار يوني عند السعر 25 دولار اللي هو هيديني 4 يوني، وارجع ابيعهم لاعلى سعر ليه اللي هو 31 دولار، بعتهم ب124 دولار. قدرت احقق ارباح من تداول عملات رقمية في يوم واحد فقط. العملات سعرها نزل جامد جدا، وده انسب وقت اشتري فيه.
ابدأ اشتري وخزن اللي تقدر عليه. اول ما السعر يطلع تاني والصعود ده مش هيكمل اسبوع وهتلاقي سعر العملة طلع، تقدر ساعتها تبيع وتحقق ارباح. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك اي حاجة جديدة بننزلها، وشكرا لمتابعتكم.